في بعض الاوقات في الحرم كان حصل مع الاهل يعني ان هو كان في صوره فيها سجده، وطبعا الامام سجد فالنساء ما شافوش او ما يعرفوش، فمنهم اللي ركع ومنهم اللي سجد، فبيبقى ايه اللي بيبقى الركعه دي بتحسب ازاي؟ يعني منهم ركع ولما الامام الله اكبر راح رافعين منه ركوع، ففوجئوا ان هم ان هي سجده. في النهاية، في نهاية محصلة النهاية يعني، أتوا بالركوع الذي فاتهم أو لم يأتوا به؟ لا هم خدموا مع الامام وسلموا مع الامام، يعني هو الامام سجد الله اكبر وسجد. لما سلموا مع الإمام كان ناقص اي لهم ركن لم يأتوا به؟ لا هم زادوا ركوع، يعني هو الامام لما قال الله اكبر وسجد هم ظنوا منهم ان ده ركوع فركعوا أي زادوا ركوع. قاموا واكمل صلاه، فهم قاموا وقفوا مع الامام عادوا ركعوا معاه تاني. ايوه زادوا ركوعا بجهل ان الصلاه صحيحه. لكن لو حتى بعد كده لا يسجدون للسهو بعد كده. لا جزاك الله عنك كل خير. معذورون بالجهل يا شيخ وائل. الله يحسن اليك يا شيخ، ما وياك زلنا وياك.